12 يعني تمت يعني انتقت قضية لها 17 لمليون مسلم 148 ألف درهم وبأن قضية لها قد تم يعني في النصف الأول ديال 2011 وفي التناول ديال مجمع السيد العامل عطيتو المراسلة الرسالة ديال الوزير الجواب ديال الوزير وما كاين والو بس 2011 الوزير السابق طبعا حنا دابا ما عرفنا هادشي واش تكمل ولا فين مشى ولكن حنا باش ما نتهمو حد تنقولو اليوم ودي عطيهم لنا غير شنو كتقولو بالنسبه لاراضي الجمعه السي علي المشكل ديال اراضي الجمعه ديال بورامه عفى الله الخير ولكن كلشي مشى كلشي مشى وايضا من المسائل اللي ناقش مع السيد العالي المشكل ديال الارض المشكل ديال اراضي الجمهور اللي استعطات ومشاو الناس كيستغلوا بها مشاريع ديالهم وامور ديالهم الخاصه ولكن هذه فرصه باش الناس ديال اللي سميتهم القصر الكبير باش ينوضوا يدافعوا عن الحقوق ديالهم حنا تنوصلوا للمشاكل ولكن الا سكتوا وخليتوا الحكيميه راه غتبقى كاينه السيد العامل هو عطى هضرت معاه في المسائل ديال الاستثمار سيعطي الاوامر ديالو الناس اللي ما دايرينش استثمار خصهم يبانوا في حالاتهم باش الاراضي ترجع لسميتو المكان ديالها ويشجعوا الناس فعلا اللي غادي يديروا استثمار اللي غيخدم فيه الشباب ويخدم فيه السميت. بالنسبة للشباب أنا شحال هادي كنت كنقول لهم إنه لقاء تواصل الإخوان اللي قالوا ما كاينش لقاءات تواصلية جوج ديال لقاءات تواصلية درتها معاكم غير في دار الشباب عطيتكم المالية ديال الجماعة في إطار موضوع المالية المحلية وسبل التنمية عطيتكم الحساب الإداري والأرقام ديالو من واحد حتى للثاني وقلت لكم وليداتي قيدوا الأرقام وإلا لقيتو شي رقم غلط أنا كنتحمل المسؤولية ديالي فين كاين شي شفا بلا هادي وفي آخر في الآخر عادي كنقول لكم حتى دابا سيروا نظموا لقاء تواصلي لأن الإخوان في المجلس اللي كنحط لهم اللقاء التواصلي تيقولوا لك أودي سميتو السنة اللي كاين هو أن نعرضوا الحافلة على الناس خصنا نعرضوها في آخر الولاية كنقول لهم هاش لها عجبكم عجبكم ما عجبكم شايف فنادق الاقتراح هي اللي كتحكم ما بين الناس ولكن مع ذلك نحط لكم فين ديروا لقاء تواصلي وانا مستعد نجلس معكم ونشرح لكم اي نقطة اللي كتشوفوها ماشي هي هذه ولا كتير الحافظة لكم في وقت من هذا الشيء اللي كلمنا عند العدالة والتنمية المدنية وانا اخر واحد كتدخل على تكتب يطلع مجمع هذا سأعطيك كلمات اللي